Yes, sir. We will start tomorrow. يا مدرب! أس! يا مدرب! أبو أديب جاء! What? أبو أدي؟ مصفق كل العيال يا شيخ! الله يرحمك تعال ساعدنا! ما يخالف أنا بستناك! أنت روح بس خلص الموضوع بسرعة وتعال! يا مدرب إذا كان قوي خلى أبي أشوف قوته! ايوه ابك سلام عليكم شخبارك لي 3 سنوات ما شفتك عساك بخير ابو اديب what are you doing here ابدا انا طال عمرك جاي ابي خدمه الله ما ادري للرجاجيل قامت افزعت بغت تلعن والدي والدي بس انا اخو مزنه انت ما انسحبت من النادي قبل فتره وش جابك مره ثانيه يا حقير قل لي ها ابكي الخكري كنت راب لاستحك جنب خواتك يا هنيه يو والله دبشه والله ما سرحه مع الغنم يلا انت تعرف انا ليش جيت عندكم I can't understand لا تستهبل معي تعرف انت وش انا اتكلم عنها يا ورع You Arabic people love to fight انا سمعت اشاعة بين القبائل ان في مسابقة سرية للكاراتيه وانا بيشترك فيها غصبا عنك واثبت قوتي علمني كيف اشترك فيها انت وراسك ذا اللي يخنها مكوة صومالي ورع عشان كذا من الجميل اللي يشوف واحد مهتم بالمسابقة السرية وبصراحة جودتك الخلفية كانت رائعة أبك من أنت يا بزر أنا؟ أبو برميل Master, this is Abu Adib. He was with us 4 years ago and he is simply the best fighter I have ever seen. صدقات؟ يا سلام انا احب الرجال قوي يا سلام يا ورع فكنا يا ورع ما لك شايب بس ارع فكنا اسف اني ازعجتك يا مدرب ما يحتاج هذا اختبار لياقة دخلوا على طول المسابقة انا مشتاق اشوفك تتضارب مع المحشرين شراك You should feel lucky. Abu Bermil likes you. أقول أبك على تراب ما بقى الله واحد مثلك يستهبل. You should be more careful next time. إن عجل هذه فيها قبائل. Here you go. ها؟ أبك جرحتني؟